حصيلو شباب عندي نهارين وانا ولا ثلاثة ايام في تركيا، وانا اللوج هكا على بلاصه ينقزوا منها العباد وبحر يعوموا، وانا كنت متعدي على اللوتوروت وغادي بالتاكسي شفت البلاصه هذه، فهمت قلت واو معناتها بالك نجي ما نجمش نطلع من الحيط هذا وننقز يا خيبه المسعى. لهنا الماء قصير اصلا ما نجمش، يمكن كي نطلع نموت معناتها كي باش ننقز من فوق نتعدى للرفيق الاعلى، فهمت اما اصلا ما نجمش نطلع، ما عنديش بلاصه نطلع منها من فوق، نزيد اللوج القدام شباب بالكش نلقى. اما البلاصه هذه السور هذا شو اسمه ما نعرفش، لحظه بركة ما فما حفره منه، شوف عالي مش نورمال، والماء هناك شوف حجر ماهوش غارق جمله معناه. هنا غنى نقص لحظة ونرجع لكم، شفتوا كل حجر لهنا، وأصلا كما قلت لكم ما نجمش نطلع، عالي برشا راه مانيش عارف الكاميرا يظهر كيفاش، أما شفتوا عالي، هذا شكله من عهد العثماني ولا الله أعلم، راح نزيد هكا، مش نمشي يعني، خاف لا نزلق. ويوا هاي سيب نطلع له اصلا، شفتوا كيف كل قلعه بالفوق، ويوا غالبا فريوا اوكي هاو. اما مسيالش جينا نعومو، ويوا ويوا شنو رايكم في البلاصه شباب؟ شو كل راجل مش تعوم حاج، هاي حشحوش على بلونجو على الراس، هاي هاني جيت للبلاصه من تالي هذه خلنا نكتشفوها كيفاش على الطرق. انا شفتك كنت متعدي بالتاكسي وانا ايوا شو كيفاه السور عالي برشا، انا شفته فرح قلت بحر على البحر نطلع نجري ننقز، حتى كان تطلع ظهر لي ما عادش نجم تهبط. من هنا البلاصة هذه تطل على البحر، رابع شوي اوبلا هلو. نكملوا منا شباب، الله غالب ديزولي شباب ما نجمش لا نطلع لا ننقز لا شيء، خطيرة ياسر هذي، مش كاتب باش ننقزوا في تركيا، وبالك انا مازال عندي نهارين لهنا بالك نلقى بلاصة أخرى، فهمت؟ بالليل عنده فكرة على البلاصة هذي يقولها لي في الكومنتير، خاطر شفتها بالصدفة معناها، بالصدفة أنا متعدي، هاي مسخة برشا لهنا، شفت؟ بالصدفة أنا متعدي معناتها شفتها كما قلت لكم مع الكياس وانا في التاكسي، قلت خلينا نرجع لها شنو هذه، بس هنا مسخه راه ندخلوا منا نلقاو شي، بسم الله خاف يخرج لك شي كلب ولا حاجه، مسكره ما غادي ندخلوا لهنا نشوفوا شنو فيها، هاي لما حد فت ريحة خايبة ياسر، زربية وجراية مش عارف شنو آخر، شنو رايكم شباب؟ زربية مثلا الناس يرقدوا لهنا ولا شو يعملوا؟ واو شوفوا
هذه بلاصه مش نورمال هذه. هي برا نخرج شوي ولا نمشي هكا. بسم الله سمعت حاجه تجري لهنا. مالله بلاصه هكا نرجع بالك شي نعملو غطسة. سو شباب نودوها البلاصة هذي هكا هاو كملنا الفيديو هنا. الله غالب جيت على اساس نحب نهجز مش كاتب ربي فهمت. ما يصيرش معناتها مجنونة ياسر معناتها نتاع موت فهمت هكا. ولازم واحد يعرف البلاصه بالباهي بالباهي يعرف الماء بالباهي بالباهي وين ينجم ينقص بالضبط. انا ما نعرف ايش خويا. يا عم بقلسون هذا عادش بيه غششتوا علي انا خاطر عمتو بقلسون في باريس. هاكم بغاتي بلاصه ها شوف المعلم هنا. برا نتلقى في فيديو اخر لا فامي برا. السلام عليكم.